لا حول ولا قوة إلا بالله. لا مناشدة نفعت، لا لمسؤول ولا لشيخ ولا لوجاهة ولا لقبيلي ولا لإنسان. بين أشوف الكل منتقد وزعلان ومقهور على اللي يستغلوا المكالف بسلة غذائية، ولا إذا ما أنا متماسكة، وإذا ما أنا كرامتي بالدنيا كلها وما فيها، إن أنا قد انتهيت زمان. أنتمي لقبيلة حمدان العظيمة، مشايخها ووجهاتها ومشرفيها وها مدعيين، وكلهم فاردين عضلات إنهم من أنزه ومنهم من أبطل ومنهم من أشرف القبائل. الكل شايف كم لي أصارع وكم لي أحارب وحدي، ولا حد عد عنده ذرة حمية. كيف؟ أنا من اليمن، أنا من صنعاء. الآن أتكلم من صنعاء، ها شوفوا من فين، تحرير. من ناشد؟ من عيسمع؟ من عيبصر؟ من عيشوف؟ من عد عندها ذرة قبيلة، ذرة مروءة إنسانية؟ أنا ما أطالب لا سلة غذائية ولا مساعدة مالية، أنا بين أطالب حق ورثي، ورث مشروع من عند أرحم الراحمين. حتى اللي جاءوا معي، اللي جاءوا يسندوني بعد المناشدات الأولى، اللي جاءوا يسندوني أحدهم حضرني والثاني وريث أكثر من الورثة. إيش لمن ألجأ؟ من يتوسط لي عند المسؤولين في صنعاء؟ من يوصل صوتي؟ الدنيا قدي فيها قبح غير معقول. يعني حتى اللي يعمل لايك يدخل يجابر بالخاص، يعني ناس خلاص مات كل شيء عندهم. لما يقولوا كيف ما تكوني ولا عليكم، فهو صدق والله. ايش الحل؟ بندعي الله ليل ونهار، يا الله عجل بزوال الظلم والاستكبار. المفروض انه مهلي همدان، المفروض انه ما اكون في هذا الحال، وانا انتمي لهذا اللي يزعموا انهم رجال الرجال وهم ما يعرفوا من الانسانية شيء، كله مصالح شخصية وكله مصالح ذاتية فقط. والله ما عندكم شيء غيره. أنا شاوحد الله عليكم، واللي ما سمع يسمع. أنا من قبيلة همدة الظالمة الطاغية، اللي المرأة عندهم أقل من الكلب، ما هي زي الكلب، أقل من الكلب. وتحدى واحد تجي تقول إنهم قد انصفوها والدولة ورثها والدولة ومساندين لها ومدين لها كل حقوقها، وإذا قالت واحدة هكذا فهي بتكذب. سلام. لا زالت قضية الهمدانيين نفس ما هي، لا جديد. موت وقتل بالبطيء، لا حدا يشوف ولا حدا داري ويننا. بؤس وحسرة كل يوم. الكل منتظر النهاية، يعني علشان يكتب أو يتفاعل. يا مشهورين مواقع التواصل، بتستنكفوا وتقوموا لقضايا بعد ما تنتهي. يعني إذا انتهت حياتي بعدها بتقولوا واو ليش، وهي طالبت سنين، ولو كانت، وكل واحد منكم بيقول لو كانت وصلت صوتها لعندي كنت بعمل. مناشدتك لكم واحد، كل المشهوري لكل واحد له اسم أو يستطيع أنه يوصل صوتي، وصلوا صوتي لحكومة صنعاء، قولوا لهم حقهم المشرفين في همدان ظلموا مكلفهم مصبحة جاء وعمى معها وان ترقد ولا معها لقمة العيش. سكوت النساء سكوت غريب، المفروض أنه الكل متعاون معي. اشتي حتى صوتي وصل لتوكل كرمان، اسألي الدكتورة ألفة الدبعي يقولي لها من نادي الهمداني هذا، وهي بقى تقول لك. أناشد كل المؤمنين والملحدين، على رأسهم طبعا الملحدين علي البخيتي، قد يمكن أنه صوتك يوصل. يعني ما يهمني أنا، لا أنا لا معي لا وظيفة، ولا أنا من أذيال الحد، ولا أنا لا من أذيال الجوع والمأساة والظلم اللي يعيشه يعني أشحت في الشارع. بس أنا ما بشحت، أنا ما بمد يدي لحد، والكل منتظر أن أنا أعمل كذا. ها قمتم قومة رجل واحد على قضية غالب القاضي، وانتم دارين انه بمليون غالب قاضي، مليون. شرجع يوم انزل الرسائل اللي بتجيلي محاولة الاستغلال لوضعي وحالتي ومعاناتي من كم وكم.
فهم يا غالب قاضي اللي يستغل أي مرة. هي وينكم يا يوتيوبر اللي تصيحوا؟ سمعت مقطع لمصطفى المومري قال لو كانت البنت هذيك اللي جاءت لي قبل ما تعمل اللي عملته أنا كنت بتزع والله لأن قلب الدنيا قلب. هذا الحين أنا عدو ما حصل شيء، ليش لازم لما انتهي تنتهي؟ يا تنتهي حياتي يا تنتهي كرامتي. كرامتي ما بتنتهيش، بس حياتي ممكن تنتهي في أي لحظة. مناجاتي لكل حر، لكل حر في اليمن سواء بهذاك الجهة أو من هذاك الجهة. أنا إنسانة حرة يمنية، ما أنا لا مع حزب ولا أنا مع فئة ولا أنا مع أي حد. بين طالب بورثي بحقي ما أطالب أي شيء ثاني، وأنا أتكلم باسمي وباسم كل مرأة يمنية مغتصبة حقوقها وورثها. يا خلق الله الأيام دول تواضعوا قليل، نعرف أنه معاكم قضايا كونية ودولية وكذا، بس المكالف برضه اعتبروني من جزيرة بعيدة في آخر الدنيا، اعتبروني واحدة لأنكم ما تستنكفوا إلا مع الأجانب، ما تستنكفوش اللي ذو عندكم. ولا لو كنت رحت مع مدري فين ورجعت بعدها تستقبلوني استقبال الفاتحي وعدفعلوا لي كل شيء، لكن أنا هانا عانيت ودفعت الثمن الحرب أكثر من أي واحد منكم دفع الثمن. يا خلق الله أنا بين موت، أنا بين أهلك، اسمعوني وصلوا صوتي يا أحرار هذه البلاد الكبيرة بطولها وعرضها. معقول صوتي ولا وصل لحد صاحب قرار إنه ينصفني؟ جالي بالنهاية واحد ادعى من كثر ما أنا غارق ومن كثر ما أنا في مأساة تقتل اللي ما ينقتل، وخلاص وقعت لناس لا أعرفهم ولا أنا دارية. قال لي أنا أبو بشر وأنا أبو عمر، وأنا صدقت ووقعت واستبعدوني من قضية ومن ورثة حقي بعد أبي، وورثوا أكثر مني واستبعدوني وحضروني بالتليفون. يا خلق الله يا أي إنسان يوصل له الفيديو حقي وعنده ذرة كرامة أو إنسانية يشوف الناس هؤلاء ظلمة مستكبرين، مستكبرين باسم الدولة، ما هم مستكبرين بقوتهم، هم لا شيء، مستكبرين باسم الدولة إنهم مشرفين، بيميتوا بيشتوا يقتلوني بالبطيء، بيقولوا لي دبري نفسك. كيف أدبر نفسي؟ كيف أدبر نفسي؟ لا عندي لا وظيفة ولا عمل ولا معي شيء، كيف أدبر نفسي؟ ما بدبر نفسي سعمات الشو أبدا، خلوا حقكم النسوان يدبرين أنفسهم. الله لا لحقكم خير، الله لا فتح عليكم لا دنيا ولا آخرة. يا ظلمة يا مجرمين. اليوم ثالث يوم وأنا في الشارع، ما أنا داري من أناشد، منو ممكن أنه يسمعني. أطالب الحقوقيين، أطالب أي إنسان عنده ضمير أو إنسانية يفزع معي في محنتي هذا. أنا في الشارع كسر وإذلال، يعني إيش يشتون أنا أشحت أمد يدي أو إيش أعمل؟ يعني أسير المنظمات والمؤسسات الخيرية أدور لي صدقة؟ لا مستحيل مستحيل، لو آخر يوم في عمري بعمل كذا. أنا معي حق، ولو ما بمعي حق لا سرت من هذا الدنيا بدون تفكير. والمصيبة والطامة الكبرى إنهم بيقولوا أنا بين شهربهم وبين سيئلهم، أهلي العظماء. يا أخي أنا في الشارع، يا كبار، يا أصحاب رؤوس الأموال، يا مشرفين، يا قيادات، يا همدان الأبية، أنا في الشارع إيش من تشهير؟ أنا اللي بين الشهر ولا أنتم؟ أنا اللي بين أنهان وانذل ولا أنتم؟ يا إعلاميين، يا يمنيين، يا أي يمني عنده إنسانية أو ذرة من الرحمة يفزع معي بموقفي هذا. تتخيل أي حد من أقاربك تعاني ما أعاني، إن هي تكون في الشارع، إن هي لا تجد قيمة صحامة، إيش ممكن تعمل؟ ما بمد يدي لحد، ولا مستحيل، ولا بابيع نفسي، ولا باكل مطبلة لحد، ولا باكل لعبة بيد حد. أنا إنسانة حرة وببقى طول عمري حرة، ما بسمح لأي إنسان إنه يكسرني أو يذلني أو يهينني. صح أنا في الشارع، أنا هكذا، بس لا يمكن أنا أشحت. تشتوني أشحت؟ لا مستحيل، باخذ حقي، طالت الأيام أو قصرت ما ببكي ولا بتوسل ولا بترجع. أنا بس أطالب أي إنسان عنده إنسانية أو عنده رحمة أن يوقف معي بموقفي هذا، لأنه بعد ما تكون مرأة وحيدة لا أهل ولا وطن في الشارع، إيش عاد باقي أكثر من هذا؟ أنا في صنعاء الصمود،